المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لماذا هذه الغيبة الطويلة للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الإنتظار طالت مدته لماذا لا يظهر الإمام أين هو الإمام المهدي عليه السلام الا ينظر الى هذا الفساد المستشري في كل مكان الا ينظر صاحب الامر الى الظلم والاضطهاد الا يشاهد الحج المهدي ما يجري على الاطفال والنساء من القتل والاباده من اعداء الله لماذا هذه الغيبه لماذا طالت غيبه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب نحن السبب. نحن سبب طول هذه الغيبه للامام. عجل الله تعالى فرجه الشريف. الامه غير مهيئه لظهور الامام المهدي. العوامل والاسباب لظهور الامام غير مهيئه. كيف يظهر الامام؟ صلوات الله وسلامه عليه. من الذين سيكونون مع الامام المهدي ينصرون الامام يقفون مع الامام يضحون بدمائهم بانفسهم بارواحهم الامام لا يقوم من اجل قريه من اجل محافظه من اجل بلد قيام الامام قيام على مستوى العالم على مستوى الكره الارضيه فالأرض لا بد أن تكون مهيئة الناس مهيئون الناس أعدوا العدة لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كل واحد منا هو سبب تأخر ظهور الإمام المهدي الآن لو نظرتم إلى الواقع الاجتماعي غير الملتزمين وغير المؤمنين وغير المتدينين فحدث ولا حرج إعلان الحرب على الله بارتكاب المعاصي والفسق والفجور بكل الوانه، بكل انواعه. وكلما تتقدم الحضاره والعلم يتقدم هنالك وسائل جديده لهذه المعصيه. من باب المثال هذا برنامج برنامج بوبجي مثلا. شاب لما يدخل يلعب وبنت اخرى وما يتم من التواصل بينهما بعد ذلك او قبل ذلك وبرامج التيك توك، برامج الانستغرام، هذا التواصل كلما التقنية تكبر وتكثر كلما نرى المعصية تكبر أكثر فأكثر. إعلان الحرب على الله المعصية ما هي المعصية؟ ما هي الذنوب؟ الذنوب عنوان لإعلان الحرب على الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة كبيرة. إذا سبب تأخر غيبة الإمام المهدي نحن الناس المجتمع الان اذهب الى كثير من الاماكن مع الاسف الذين يدعون الالتزام بالدين لا اقول متدين ولا اقول ملتزم لان هذه كلمه كبيره الذين يدعون انهم يقيمون بعض الشعائر الدينيه كالصلاه والصوم والحج ولكن تراه يذهب في المقهى ويلعب الدومنه ويلعب القمار ويلعب الورق ويأتي إليك بمئة فلسفة لأن هذا الأمر لا إشكال فيه يلعبون الشطرنج ويقولون لا إشكال في ذلك هم فقهاء هم علماء كل واحد يتحول إلى عالم وفقيه ما تتمكن تتكلم معاه تشوف أنه في المقاهي وحتى في المدن الدينية حتى في المدن الدينية هنالك في المقاهي يرتكبون ال الذنوب والمعاصي ويجهرون بالحرام حتى في اماكن العتبات المقدسه انظروا الى المقاهي اذهبوا اذهبوا وشاهدوا انظروا الى اصوات الغناء في المناطق الدينيه في البلدات الدينيه في المحافظات الدينيه اصوات الغناء الى السماء الطرب والغناء بالسيارات بالبيوت بالافراح بالاعراس بالسيارات امام الملا مع البعض مع الاسف ان البعض من ال من الاسر الملتزمه لما تتكلم معاهم شلون ترتكبون هذا الحرام يا عمي هي بالسنه مره واحده هذا ابني الوحيد ابن الوحيد يا حجيه تعلنين لحرب على الله تبارك وتعالى بوضع الطرب والغناء وتجيبون المغنين أي خوف من الله تبارك وتعالى أي ظهور للإمام المهدي كيف يظهر الإمام المهدي والأمة هكذا تعلن الحرب على الله تبارك وتعالى أين الأمور مهيئة للإمام قلائل أشخاص قلائل الإمام المهدي يأتي لعشرة وعشرين ألف ومليون لمن يأتي الإمام المهدي ما دام النهي عن المنكر انتهى للمصالح اليوم في مصلحة موجودة ما أنهى عن المنكر ولا أمر بالمعروف لعنوان المصلحة أخاف الصلي لي مشاكل أخاف الصلي لي قصص وقضايا كثيرة في داخل المجتمع الناس يسموني متشدد متزمت متخلف معقد فبعد ما أنهى عن المنكر أبدا والذي ينهى عن المنكر لا يعرف كيف ينهى عن المنكر المهارة والآلية والأسلوب أيضا ما نعرفه صار اليوم التجاهر بالحرام موجود في كل مكان وهذه الذنوب والمعاصي تاره الناس يخفون ارتكاب المعصيه الان لا يتجاهرون يتجاهرون بارتكاب المعاصي تاتي الى كربلاء لزياره الامام الحسين الكثير منهن انظروا الى حجابها في اثناء الزياره وبعد الزياره وقبل الزياره تذهب متبرجه تذهب الى حج بيت الله الحرام وتذهب إلى تلبس الحجاب في الإحرام والطواف وركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة والذهاب إلى عرفات والبكاء والنحيب ورمي الشيطان طبعا لازم واحد يرميهم إلهم هو لازم يرمي نفسه هو شيطان كل هذا العمل شعائر الحج وترجع السيدة الفاضلة من الحج وتخلع حجابها لا اعلم اين هي المشكله تجي تزور الامام الحسين تلبس حجاب ترجع من الزياره خلعت الحجاب تذهب لزياره الامام الرضا تلبس شكل في ال... في الدار الحكوميه تلبس شكل بين المجتمع شكل لا اعرف اين هي يعني كيف تريد ان تقوم هذا المجتمع صار الانسان الملتزم الانسان المؤمنه غريبه غريب أنت إنسان مؤمن تخاف تخاف إن تسكت رحت مكان دقه أغاني إذا تقول هذا حرام يقول لك هذا إنسان معقد هذا متخلف هذا إنسان مريض نفسي لا إله إلا الله فالإمام المهدي يظهر لمن؟ سؤال هذا سؤال أنا أوجهه لمن يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فإذا نحن سبب غيبة الإمام نحن سبب فترة الامام استمرار فترة الغيبة للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا لازم يحل هذا لازم يعالج مجتمعاتنا الشبابية تحتاج الى مزيد من الوعي المهدوي مزيد من الارتباط بالامام المهدي هذه المجاميع الشبابية الكبيرة هذه الهيئات الحسينية هذه المواكب العزائية وجزاهم الله خيرا خيرة الشباب شباب حسيني يلطم أربع ساعات الحمد لله هذه حالة جدا جيدة وشيء ممتاز وأنا مع هذا الشيء ولكن شاب يلطم ما عنده معرفة بإمام زمانه ماذا قيمة عمل هذا شنو قيمة عملي أنا أزور الإمام الحسين وما أعرف الإمام الحسين لما ما عندي معرفة للإمام فزيارتي لقلقت لسان هذه المعرفة هي مطلوبة شلون توصل المعرفة اليوم الخطيب يركز على تعريف الإنسان المجتمع بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه رسالة هذه مهمة نحن إذا أردنا أن يعجل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في الظهور لا بد أن نهيئ أسباب الظهور الآن انظر إلى كثير من مجالس اللي يسمون بالمتدينين والمتدينات شوف الغيبة والتهمة والنميمة ما شاء الله مجالس غيبة تهمة نميمة باعتبار انه هذا ما عنده دين هذا انسان فاسق او المرة يفسقوه يطلعوه من الدين ثم يحكون عليه كل شيء يقضون على وجوده الإمام يظهر لمن؟ هؤلاء الناس هؤلاء الناس سيكونون عونا للحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف الصراعات والخلافات بين المؤمنين يا للاسف بين المتدينين يا للاسف بعد ما اتكلم اكثر والا هو اذا تصعد الى الهرم الخلافات بين الكبار وبين الصغار وبين القاعده وبين المجتمع اي امام مهدي يظهر اذا المجتمع ما زال مجتمعا الدين صار شعار الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معائشهم ناس يدورون مصالح ناس يدورون بيزات ناس يدورون مناصب انت معنا احنا معاك ندعمك ولكن اذا انت مو معانا مع الاخرين اقصاء والغاء هذا عند المتدينين عند ال الذين يسمون انفسهم بالملتزمين يقصيك يقضي عليك حتى إذا عندك مجلس يلغي هذا المجلس عندك برنامج يلغي هذا البرنامج لأنه أنت مو محسوب عليه هذا مرض مجتمع مريض ملتزم مريض هذا إذا فعلا إنسان مؤمن بفيروس هذا الإنسان الذي يسعى إلى إلغاء الآخرين وضرب الآخرين والصراع والنزاع ويمكن أيضا يشوه نفسك يشوه سمعتك أمام الآخرين من أجل منه من أجل نفسه شلون يظهر الإمام المهدي ارجع واقول مجتمع اللي الجهه الملتزمه تقول انا متدين ويتظاهر بالتدين عند هذه المشكله هالصراعات وهالنزاعات وهالمشاكل شلون شلون غير المتدين بعد؟ شلون تروح الى الان في اماكن متعدده من بلاد المسلمين الغناء علني بالسيارات وبالمحلات تروح الى المول الى المجمع غناء وما فيك تتكلم يا اخي ما يعجبك الغناء اطلع برا هذا المول ما يعجبك اطلع برا واللطيف انه ينظرون اليك باستغراب كانه انت مرتكب معصيه اذا تقول له مثلا يا اخي خفض هذا الصوت او لو سمحت اطفي هذا الصوت راعي تكسي في عتبات مقدسه يخلي غناء تقول له وطي الصوت يقول انزل من السياره انزل يظهر الامام المهدي الأمة لهذا المجتمع اذا نحن سبب غيبه الامام المهدي واستمرار هذه الغيبه المجتمع ما زال يفتقر الى العقيده الصحيحه بالامام صاحب العصر والزمان حتى بالنسبه للمؤمنين المؤمنين والملتزمين في كل البلاد انا ما اقصد بلد معي في كل البلاد كل واحد يفكر بنفسه كل واحد يفكر بجماعته كل واحد يفكر بالفعل التي ينتمي اليها حاله حزبية مربوطة بالإنسان أنت من جماعتي أقول سلام عليكم إذا مو من جماعتي ما يسلم عليك ولا يأخذ يعطي معاك هذا أي دين أي صاحب الزمان وين اللهم عجل لوليك الفرج كيف يظهر الإمام المهدي ويضرب بعضنا بعضا ويصارع بعضنا بعضا ويقطع بعضنا بعضا إذا أنت معنا أهلا وسهلا إذا معنا أنت ضدنا هذا, هذا الشعار وإذا أنت مو معانا مستعد هذا الانسان المتزيب زي الدين ان يعمل في كل شيء لانه الدين ما عنده هو بس يتظاهر بذلك كيزيد يزيد يقول انا خليفه للنبي وقتل الامام الحسين كمعاويه يقول انا خليفه لرسول الله وقاتل الامام امير المؤمنين وهلم أم جرى اذا نحن نحن سبب في غيبه الامام المهدي واذا الامه ما تنصلح شلون يظهر الامام اذا لا يكون هنالك العدد الكافي لنصره الامام المهدي سلام الله عليه كيف يظهر الامام هذا الامر لازم يعالج والا تسمعون هذا الكلام والانسان يقول نعم لا اله الا الله زين سؤال احنا في بيوتنا الان اذا واحد يسمع هذا الكلام يقول زين احنا شنو نسوي احنا في حسينيه ما عدنا نسوي برنامج في بيتي في بيتنا بيوتنا نعمل برامج استغاثه بالامام المهدي نقرا دعاء التوسل والنساء يجيبون امراه عشر دقائق تتكلم في الامام المهدي الرجال ايضا يقول الناس ما يجون لان الناس اذا في لعبه كره القدم شوف العالم والشباب والقهاوي والمطاعم العالم هكذا ليش لانه لعبه كره القدم هذا واقع ولكن تعال الى محاضره توجيهيه ومهدوية في الإمام أرواحنا فداه ما في تفاعل لأن المجتمع جاهل لأن شبابنا يعيشون جهل ما عندهم وعي ليس هنالك وعي في المجتمع المجتمع إذا أردنا فعلا أن يظهر الإمام بيوتنا لازم نحولها مراكز لتوعية الناس بالثقافة المهدوية حسينية ما أعطوك إذن لأنه أنت ما محسوب عليهم وإنت ما تصب في طريقهم ما يعطوك إذن مسجد لا 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 حتى بيت الله يغلقوه عليك <applause> يغلقون بيت الله عليك زين شو وما هو الحل الحل في بيتي ادعو الناس ويحاربوك ايضا لا تروحون هذا البيت زين ليش شنو في <applause> ولكن علينا ان لا نتوقف لا بد علينا ان نسلك كل الطرق لنصرة الامام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في كل المراكز الاكاديميه والحمد لله الآن أجد وعيا كبيرا في الجامعات. وعيا كبيرا في المراكز العلمية والأكاديمية. وعي كبير عند طلبتنا وطالباتنا في الجامعات. الآن الندوات المهدوية في كل مكان. وهذا حالة إيجابية ورائعة. أحيي الشباب المهدوي. أحيي المهدويات المباركات على هذا الجهد الرائع والذي يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو المطلوب. اليوم لازم مراكزنا العلميه كلها تتكلم بالامام المهدي هذه هي الحقيقه ليش لان الروايات الوارده عن اهل البيت تبين حاجتنا للامام المهدي وانظروا الى الروايات اهل البيت كيف يتكلمون عن الامام المهدي مكانته ومنزلته وعظمته الروايه عن الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شلون تعرفون الامام المهدي عرفوا الناس هذا هو الامام المهدي انظروا الى اهل البيت عليهم السلام بالاحاديث والروايات كيف عرفوا لنا الامام المهدي وكيف نحن نتعرف على الامام المهدي تعرفون المهدي بالسكينه والوقار هذا الامام سكينه ووقار وكل هيبه وجلال صلوات الله وسلامه عليه تعرفون المهدي يقول الامام الحسين عليه السلام بالسكينه والوقار وبمعرفه الحلال والحرام يعني هذا الذي لا يهتم بالحلال والحرام اي طعام ياتون اليه ياكل اي مكان يذهب ليس هنالك بمشكله هذا اللي ما يهتم بالحلال والحرام مو مهدوي لان المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفداء الامام يعرف الحلال من الحرام وبحاجه الناس اليه الإمام المهدي ما يحتاج إلى أحد الإمام المهدي متصل بالله تبارك وتعالى مرتبط بالسماء مرتبط بالله متناهل مطلق هو حجة الله لإنقاذ الناس من الظلم والفساد ومن الرذيلة ومن الضياع ومن التيه اللي هذا الضياع اللي وقعوا فيه الناس الإمام المهدي جاي يخلصهم لذلك الإمام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد الإمام ما يحتاج إنه لا تصور أنت تكن من تكن الإمام بحاجة إليك وإلى سيفك وإلى قوتك وإلى سلاحك وإلى عتادك وإلى رجالك لا الإمام ما يحتاج الإمام ما يحتاجك ولا يحتاجني ولا يحتاج أي إنسان نحن بحاجة إلى الإمام نحن نرجو الخير بوجود الإمام العالم ما راح يستقر أبدا العالم ما راح يشعر بإطمئنان أبدا حالة الخوف والفزع في كل بلاد العالم اللا استقرار في كل مكان الأزمات الاقتصادية لا تنتهي أبدا كل ذلك ينتهي إذا ظهر الإمام الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء فالناس يحتاجون إلى الإمام كلنا نحتاج إلى الإمام في كل مفصل من حياتنا كل أبعاد حياتنا إحنا بحاجة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الإمام ما يحتاجنا شن؟ احنا شنو شنو نقدم للإمام المهدي أي شيء نحن قدمنا للإمام وأين الأعمال اللي قدمناها يعني بشنو نحن نفتخر عند الإمام شايفين حالنا عند الإمام بماذا ولكن نحن إذا ظهر الإمام نشوف حالنا بالإمام احنا في عصر فيه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولكن إذا أهل هذا العصر ما يعرفون قيمة الإمام المهدي ولا يثمنون هذه القيمه الالهيه الكبيره هذه روايه روايه اخرى عن مولانا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالنتيجه الامام يبين حقيقه مهمه ان هذه الارض لا تخلو من حجه احنا بوجود الامام الله رفع البلاء عنا صدق يا اخوه يا اخوات الله رافع عنا البلاء بوجود الامام المهدي والا النَّاسُ هذا الاعراض عن احكام الله تبارك وتعالى هالناس مع هالمعاصي اللي موجوده والله تنزل علينا حجاره من السماء هذا الفسق والفجور وارتكاب المعاصي تنزل علينا نار من السماء فتحرقنا صاحب العصر والزمان احنا بعبايتك سيدي احنا برعايه الامام بركات الامام فلولا هذه الحجه الالهيه لوجدتهم لو كيف ان البلاء ينزل على الامه بهذه الحاله السيئه الامام دفع عن البلاء والعذاب وان الناس هل تجاهر بالمعاصي والذنوب تصورون هذا يذهب سدى هكذا رب العالمين اقرؤوا التاريخ اقرؤوا السور القرانيه اقرؤوا القران الكريم وهذه الروايات اللي تحكي عن هذه الامم اللي كانت في عهد الانبياء وماذا انزل عليهم البلاء مسخهم مسخ قلبهم الى قرده قلبهم الى تماسيح الذين جاءوا لضرب بيت الله الحرام جاءت الابابيل ضربتهم بضربه الهيه انهتهم عن بكره ابيهم في قضيه ابرهه والتفاصيل والفيله والهجوم على بيت الله اذا تريد تحارب الله انتبه هذا استدراج من رب العالمين لا تتصور اليوم هذا الانسان الكافر والعدو عند هذه التقنية كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لا تتصور الله سبحانه وتعالى يجي ينصرك أنت وما عندك أدوات النصر أنت أعمل أنت أتعب أنت كون تقنية أنت روح على أدق القضايا العلمية طور نفسك شوف العدو شنو عنده طور عقلك فكرك أسلوب المواجهة مع الآخر بدل ما تجي تضربني وأضربك بدل ما صراعاتنا تكون بيننا انظر لليهود انظر لقتلهم لإبادتهم انظر لها ل... لإجرامهم ماذا يصنعون بالأبرياء يكفي أن الإنسان يمزق بعضنا بعضا إلى متى إحنا واحد يحفر للآخر إلى متى إحنا يمزق بعضنا الآخر شلون هذا الإمام المهدي يجي هذا المجتمع إيش كثر يحتاج لعلاج نفسي هي مو قضية تطهير، هي مو لائحه وامسحه. لازم الانسان هو يعالج نفسه، يعالج مشاكله. فيقول الامام زين العابدين عليه السلام: لا تخلو الارض الى ان تقوم الساعه من حجة ولولا ذلك لم يعبد الله. يعني الناس اليوم يصلون ويصومون ويذهبون الى العمره ويذهبون الى حج بيت الله الحرام. ويتعبدون كم واحد يقول لا اله الا الله وكم واحد يقول سبحان الله ولا اله هذا ترى بوجود الحجه بركات الامام المهدي الناس الان قائمين على ذكر الله تبارك وتعالى وروايه اخرى من الامام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله أصبح تائها متحيرا ضالا في أكثر من هذه العبارة يعني أنت الإنسان إذا ما عندك إمام يوجهك يرشدك ما عندك إمام تتبعه ما عندك إمام هو القائد لك السيد القائد والإمام القائد هو صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه حتى الصفات صفات الإمام المهدي أعطيناها لأناس آخرين يكن من يكون يكن من يكون بس من جهل الأمة هذه الكلمات يصفونها بغير الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرجع وأقول المشكلة في المعرفة في المعرفة في معرفة إذا في حسينياتنا ومجالسنا ومساجدنا في كل الأيام إذا ما وجهنا الناس إلى الإمام المهدي فنحن في ضياع في ضياع في ضياع إلى ما لا يتناهى هذا واقع فإذا الأمة اللي ما عندها إمام الأمة اللي ما تتوجه للإمام هذه أمة شوف الإمام الباقر عليه السلام يقول أصبح تائها ضايع هذا متحيرا ما يدري ايش يسوي بعد ضالا ظل الطريق تائها متحيرا ضالا ثلاث صفات تدل على نهاية الإنسان الإنسان اللي ما عنده إمام عندك إمام؟ نعم أنا عند الإمام المهدي تعال عندك الإمام المهدي ماذا تصنع للإمام في كل يوم مو عندك إمام مهدي مو عندك إمام موت لما يذكر الإمام المهدي تخلي إيدك على رأسك ها جزاك الله خير زين سؤال تعال شنو تعرف عن الإمام المهدي شنو ارتباطك بالإمام المهدي ماذا تعمل للإمام المهدي ما هو نشاطنا اليوم للإمام المهدي في مجتمعنا في أسرنا في عوائلنا في محل عملنا ماذا عملنا الإمام المهدي فإذا ولا شيء فالإنسان اللي ما عنده إمام شيء يصير هذا الإنسان هذا الإنسان تائها ومتحيرا وضالا ثلاث صفات تدل على أن هذا الإنسان ما في خير وهذا مكانه النار أفضل وأن وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق من؟ إلا الإنسان الذي ليس له حجة من الله إذا تقول أنا عندي حجة من الله زين أعطينا دليل شنو هذه الحجة شنو ارتباطك بهذه الحجة شنو إيمانك بهذه الحجة بعد رواية من الروايات الجميلة والرائعة طبعا احنا هالبرنامج وعد الله نركز على الروايات لأنه لازم نعيش في النصوص الشرعية اللي واردة عن أهل البيت ما يتمكن الانسان يعني الان جينا وتكلمنا عن علامات الظهور والاسقاطات هذا ضياع اضيع وقتي واضيع وقت المشاهدين لا نريد ان نتكلم لا في علامات الظهور ولا في الاسقاطات في العلامات غير الحتميه لا نتكلم ابدا وحتى الحتميه الحتميه تصبح يعني لا توجع راسك الصيحه تصير الكل يسمع الصيحه واليماني لما ياتي العالم كله يعرف السفياني لما يخرج بالشام كل الناس تعرف بذلك فلا توجع راسك في البحث في العلامات ولا تضيع وقتك شوف مسؤوليتك الان في عصر الغيبه هي المرابطه ان شاء الله نتكلم ليله من الليالي عن المرابطه يعني ماذا المرابطه الانسان الذي يرابط في قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه روايه من الروايات الجميله اللي تتعلق بالامام المهدي وانا حاولت اعمل كوكتيل بالروايات يعني نحاول ناخذ من كل امام دره من هذه الدرر المباركه اللي تتعلق به القضيه المهدويه حتى تعرفون ان الامام المهدي قضيته هي ترتبط بكل الأئمة سلام الله عليهم الرواية عن الريان من الصلت يقول قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليك يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس الإمام الرؤوف قلت للرضا عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر يعني هو يريد شيئا والإمام يقول شيء آخر صاحب هذا الأمر يعني أنت القائم بالحق قائم بالحق عنوان عام ولكن مركز المصطلح في الإمام المهدي سلام الله عليه قال له الإمام عليه السلام أنا صاحب هذا الأمر أنا حجة الله يعني أنا حجة الله ولكني لست الذي بالذي أملها عدلا كما ملئت جورا هذه القضية أنا يعني أنا حجة الله ولكن الذي يملاها عدلا وقسطا لست انا من هو ذلك الانسان من هو ذاك اللي عنده هذه الصفات فيبين الامام الرضا عليه السلام يبين صفات الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعض بعض الاوصاف الجميله والرائعه وفعلا لما نعرف ان الامام المهدي عنده هذه الصفات شيء جميل ورائع وأن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان هذه روايات متواترة أن الإمام المهدي بالنتيجة عمره أكثر من ألف سنة ولكن مظهر الإمام مور لرجل شيخ كبير بالعمر مظهر الإمام شابا حتى الذين يرجعون مع الإمام يعني هذا موضوع الرجعة أيضا موضوع مهم جدا أن الناس الكل يرجع إلا الأقوام التي مسخها الله تبارك وتعالى يعني الروايات تقول أن الذين الله مسخهم مثلا بني إسرائيل الذين مسخهم رب العالمين بالتجري على الله تبارك وتعالى وارتكاب المعاصي هؤلاء لا يعودون عموم الأنبياء والأوصياء ولا إما يرجعون لهم رجعة فالإمام يقول لما يرجع الامام المهدي يرجع شابا الذين يرجعون مع الامام المهدي ويكونون من اصحاب الامام او من انصار الامام ايضا يكونوا بمظهر الشبان وان كان عمره طويلا بعد هذا الامر يتعلق بالله تبارك وتعالى قويا في بدنه الامام الرضا عليه السلام يصف الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يقول قويا قويا في بدنه، يعني شنو قوي في بدنه؟ هو الامام يوضح يقول حتى لو مد يده الى اعظم شجره انا شجر شفت في تنزانيا وفي غابات تنزانيا في افريقيا اشجار عظيمه جدا، يعني مو شجره عرضها مثلا ربع متر، لا قد يكون اكثر من مترين شجره عظيمه جدا، طول هذه الشجره كبير جدا يقول لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض يعني اعملوا الآن سيرش في جوجل اكتبوا أعظم شجرة في الأرض شوفوا الأشجار العملاقة المئات السنين يمكن تاريخها جذورهم ممتدة إلى الأرض كم متر؟ خمسين متر مئة متر أكثر علمه عند الله أن الإمام المهدي لو مد يده إلى الشجرة لقلعها شوف القوة اللي يحكي عنها، يعني هذه القوة أنت كإنسان عادي ما عندك. هذه قوة الله تبارك وتعالى مثل الإمام أمير المؤمنين الذي قلع باب خيبر اللي كان 40 واحد يحركون الباب مو يقلعون، يحركون الباب 40 واحد، الإمام أمير المؤمنين قلعها لهذه الباب. هذه قوة ليست من قوة البشر العادي. فالرواية تقول أن الإمام الميدي صلوات الله وسلامه عليه عند هذه القوة أنه أعظم شجرة بالأرض عند قوة لو مسك هذه الشجرة لقلعها بعد ولو صاح بين الجبال هذه صفة أخرى فإذا صفة أولى أن الشجرة يقتلعها الإمام هكذا قوة عنده اللي إحنا الآن بهذه القوة البدنية الجسدية اللي عدنا يمكن إذا نجيب أكبر آلية لتقلع ما تتمكن تقلع بهذه السهوله الامام بقبضه واحده يقلعها وايضا الامام سلام الله عليه يعني لو صاح الامام بين الجبال لتدكدكت صخورها صخور هذه الجبال تتدكدك يعني هذا انفجار انفجار كوني انفجار الجبال صخور الجبال الصلده القويه صوت من الإمام شوف العطاء الإلهي شوف الإمام المهدي غاب هذه الغيبة الطويلة بأمر الله تبارك وتعالى الله ماذا منحه صبر الإمام المهدي تحمل الإمام المهدي كل ما مر به الإمام صلوات الله وسلامه عليه تصور الإمام المهدي كم عاش من الألم ومن الغربة وأن الإمام طريدا ها هم الناس بأعمالهم طردوا الإمام المهدي وايضا يسمى وحيدا وفعلا المهدي وحيد كل واحد من عندنا كل واحد يفكر ببيته وحياته وواقعه اللي هو يعيش فيه هذا هذا عنوان اخر شوف المعنى ماذا يقول يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان عليهم السلام عصا موسى ماذا صنعت؟ اكلت الاف سحر السحره عصا موسى هي عصا خشبيه بس حتى البشر هؤلاء الماديون العلمانيون هذول الناس اللي ما عندهم علاقه بالله وكله رايح ورا الماده وكله يتكلم بالماده واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا عندك انت عند الامام المعصوم اللي مرتبط بالله تبارك وتعالى المعادلات كلها تتوقف كثير من القوانين اللي موجوده قوانين لنا كنحن بشر احنا الناس العاديين نعم هذه القوانين تمشي علينا الامام الميدي فوق هذه القوانين الإمام المهدي عنده ولاية تكوينية صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عنده عصا موسى، زين سؤال عصا موسى ماذا عملت؟ آلاف سحر السحرة تحولت إلى ثعبان عظيم، وهذا الثعبان أكل سحر السحرة. زين الإمام المهدي الآن في هذه التقنية العصرية الجديدة. لو كانت بيده عصا موسى مع هذه الأجهزة اللي موجودة ماذا تصنع؟ وماذا يفعل؟ بعد كل العصا في كل زمان تؤدي دورها. يريد يقول ان الامام ارتباطه بالانبياء هو وريث الانبياء وهذا موسى وهذا سليمان. سليمان الذي كان يعلم منطقة الطير وكان له الجن والانس وكل ما في الوجود كان مسخر بين يديه، الرياح مسخره بين يدي سليمان، اذا تقرؤون في تاريخ نبي الله سليمان تجدون أنه شيء بسيط عند الإمام المهدي هذه القدرة الهائلة التي هي فوق قدرة البشر لنبي الله سليمان على, على نبينا وعلى آله وعليه السلام لوجدتم أن ذلك عند الإمام المهدي لا شيء لأن الإمام المهدي أفضل من عيسى وموسى وسليمان وأن الإمام المهدي أفضل من جميع الأنبياء ألا من رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله سيد الكون الإمام المهدي هو أفضل من كل الأنبياء إلا من الرسول الله سبحانه وتعالى إذا كان سليمان منحه هذه القدرة إذا منح لموسى هذه القدرة إذا منح لعيسى أحياء الموتى بإذن الله بقية الأنبياء إذا مولانا إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه له أكثر من ذلك أكثر منهم هو أفضل منهم يقول فإذا معه عصا موسى وخاتم سليمان، خاتم سليمان اللي هذا الخاتم كان عنوان كان عنوان بارز لانه نبي الله يفعل ما يشاء بامر الله تبارك وتعالى، ذلك يقول الامام الرضا عليه السلام عن الامام المهدي ذاك الرابع من ولدي حتى يبين للناس لا يكون واحد يجي ياخذ الروايه ويغير بها ويعدل بها كان الامام يتكلم عن شخص اخر لا لا تصور هذا المهدي مثلا ذلك المهدي العباسي لا 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 ليس بذاك هذا اللي أتكلم عنه بهذه المواصفات من هو هذا المهدي الرابع من ولدي يعني من ذرية الإمام علي بن مسرّضا يغيبه الله في ستره ما شاء بعد هذا الله سبحانه وتعالى يجعله في غيبه ما شاء يعني ليس هنالك حد معين وليس هنالك حدود معينة ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا يعني الإمام الله تبارك وتعالى يغيب الإمام المهدي فترة طويلة جدا وبعد ذلك الله تبارك وتعالى يظهر الإمام لماذا؟ لأن الجور ينتشر والظلم ينتشر وفعلا إحنا الآن الأرض لو نظرت إلى حتى الدول اللي تسمي نفسها دول حضارية متقدمة الى دول عصريه مراكز الاكتشاف والاختراع في العالم الدول العظمى مليئه بالظلم والجور والفساد لا تنظر الى هذا البريق الاعلامي ولكن تنظر اليهم ترى الوحشيه في واقعهم في ممارساتهم في حياتهم لا يغرك الظاهر الان اذا وقعت بينك وبينهم مشكله يعني يكشرون عن أنبي... أن... انيابهم ويظهرون حقي... حقيقتهم الوحشيه. الامام في هذا العالم اللي عالم الوحشيه واحد ياكل الاخر، واحد يقتل الاخر، واحد يقضي على الاخر بس باقي انه ياكل بعضهم بعضا. الله تبارك وتعالى يرسل الامام المهدي لينقذ الناس من هذا الضياع، من هذا الدمار، من هذا البلاء اللي مستشري فيقول الامام الرضا عليه السلام: ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا الآن البعض يقول زين الآن ما في ظلم صح في ظلم ما في جور في جور إذا أين الإمام نحن من لا يميز أنا وأنت إحنا ما نتمكن قبل مئة سنة كان أيضا في ظلم وجور في عهد الإمام الحسين في ظلم وجور أكثر من يزيد في ظلم وجور أكثر من بني أمية في ظلم وجور اكثر من بن العباس زمان العثمانيين صلاح الدين الايوبي ماذا صنع؟ في مجرم اكبر من صلاح الدين الايوبي ايده ملطخه بالدماء ماذا صنع؟ قتل اكثر من مليون شيعي ثلث الشيعه ابادهم صلاح الدين هذا خراب الدين في اكثر من هذا الدماء بالشوارع يزيد لما ارسل جيشه الى المدينه وهتكوا الاعراض وقتلوا النساء والرجال والأطفال والدماء وصلت إلى مسجد رسول الله ما في ظلم ما في جور في جور ما نتمكن نقيس الأمور على إحنا من قياسنا المادي فهمنا قضية قضية إلهية إحنا دورنا الآن نعم في ظلم في جور ولكن الأمر يتعلق بيد الله هو الإمام يقول أدعو أدعو الله تبارك وتعالى إذا كل بيت كل رجل كل أمرأة كل أب كل أم كل ابن كل زوج وزوجة إذا في بيوتنا على كل بيت إذا في على كل مائدة قلنا اللهم بارك لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا علمنا أولادنا وبناتنا أرفعوا إيدكم بس إلى السماء وادعوا الله تبارك وتعالى تتغير الأمور الأمور كلها تتغير فإذا هذه أمور مهمة أنه انتشار الظلم والجور كان قبل الف سنه واكثر من ذلك ولكن متى ينتهي الامر الامر يتعلق بالامام المهدي وامر الامام بيد الله تبارك وتعالى وايضا في تتمه في الذين يتعامل معهم الامام المهدي هذه نقطه مهمه جدا انه الذين يتعامل معهم الامام المهدي شنو صفاتهم ماذا يحصل من الامام انت انسان ملتزم يعني ملتزم بصلواتك صلى صلواتك في وقته تعمل تعقيبات للصلوات وهذا امر جدا مهم واضعفه سجده الشكر وتسبيحه السيده الزهراء وقراءه ايه الكرسي وانا اوصل المؤمنين انه ان يهتموا بتعقيبات كما في روايات اهل البيت عليهم السلام تعقيبات صلاه الصبح وتعقيبات صلاه العصر كل الصلوات طبعا الفرائض ولكن بالخصوص رواية خاصة في تعقيبات صلاة الصبح والعصر والموجودة في كتب الأدعية أيضا كتب تعقيبات الصلوات موجودة أنت مصلي صائم ما تنظر الحرام ما تأكل حرام هذه أمورك كلها جيدة ولكن هذا يكفي لا الإمام يكملك يعني أنت مؤمن إنسان مهدوي صالح طاهر نقي زين يا صاحب الزمان أنا جئت إليك جاهز كامل مكمل يقولك لا مو كامل مكمل جيد انت جزاك الله خير ولكن الامام يضيف الامام يضيف صفات مهمه لهذا الانسان المؤمن الانسان المؤمن هذا الانسان اللي صور في هذه الدنيا راح الى مطعم دخل قال له هذا اللحم شنو مصدره قال له مثلا من فلان دوله غير اسلاميه يقول له هذا اكل شبهه زين هو جالس اولاده جالسين كلهم جالسين يطلع من المطعم مو شيء سهل شيء صعب جدا جياع ياكلون مكان راقي ومرتب ولكن يقول هذا الاكل فيه شبهه ما اكل من عنده، ورايح الى من مدينه الى مدينه، وقف عند مطعم ما تدري هذا لحمه كيف يكون؟ يعني حلال غير انتبهت، يعني موارد الشبهه انتبه لها، موارد ليس فقط الحرام حتى الشبهه، هذه الامور شو تسوي؟ ترتقي بك، ترفعك، لما تحافظ على عينك وعلى اذنك وعلى لسانك وعلى عبادتك وعلاقتك بالله تبارك وتعالى بالسوق، تبتعد من الحرام، تقترب الى الحلال، يجي بعد شيء عند الامام المهدي، هذه نكهه حسب تعبيرنا نكهه مهدويه، قال الامام الباقر عليه السلام ونختم به البرنامج ولا يضع يده على على عبد، شوف العباره ما قال مؤمن علشان تعرف انت لو ارتقيت اكبر ارتقاء فأنت عبد لله يعني عبد هذا بالقمة هذا عبد لله يعني أنت بالقمة يقول الإمام الباقر عليه السلام ولا يضع يده على عبدني لا يضع يعني الإمام المهدي سلام الله عليه يده على عبدٍ إلا صار قلبه كزبر الحديد يعني هذا قلبه قوي إنسان إيمانه قوي كل شيء يهتز الجبال تهتز وتندك والأشجار تقلع والرياح تدمر إيمانه لا يتأثر مهما جرى هو يعمل في دائرة وجابه إلى الأموال وجابه إلى المغريات وجابه إلى طريق الحرام في موظف في مكان مسؤول في مكان هو وزير هو نائب هو أي مسؤولية عنده في أي مكان في أي بلد أجت أموال عنده صرت مسؤول مالي أنت صرت مسؤول مشتريات الأموال بين يديك هذا الإيمان ضعيف ولا شيء ولكن المهدي سلام الله على من يضع يده على على هذا العبد صار قلبه بالإيمان كزبر الحديد بعد ما يهز شيء ماكو رشوة قشمرة تخدعة ماكو أنه هنالك الأموال والنساء والمناصب والأهوال والميول والانجذابات هذا تأثر عليه كل ذلك لا يؤثر عليه يبقى بايمانه وتقواه وهنيئا لمن يشملهم هذا النور المهدوي المبارك، هنيئا لمن يعمل لنصره صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنيئا لمن يواظب على دعاء الفرج، هنيئا لمن يواظب على زياره ال ياسين. هنيئا لمن يواظب على دعاء العهد والندبه لمن دائما لسانه يلهج بذكر مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ارفعوا أيديكم بالدعاء جميعا أينما تكونوا أينما تسمعونني تشاهدونني نقرأ هذا الدعاء لفرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدخل السرور على قلب المولى صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين باولا واخيرا دائما نقول اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله موفقين لكل خير.